السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقل لكم تجربة إيجابية جميلة جدا جدا جدا. في البداية احنا تجربتنا دي كانت على عربية أوبل كروسلاند 1200 سي سي تيربو. للي عارف العربية دي، العربية عندها مش عيب، بس العربية صوت موتورها عالي شوية. دي أول حاجة، وإن العربية تعتبر تقيلة على الموتور بنوع ما، لأن الموتور 3 سلندر. فبشكل عام الواحد كان دايما بيبتدي يشوف على النت مثلا بعض الاضافات اللي انت بتحطها في البنزين بحيث انها تحسن لك الاداء وان انت تاخد اداء من العربية احسن. منها محسنات، منها منقيات البنزين مثلا اللي بتتباع مثلا في المحلات، منها على سبيل المثال ايثانول، منها وغيره وغيره وغيره. كان دايما بتلاقي مشكلة ان انت على قد ما في مثلا حلو في المنتجات دي، على قد ما بتسمع الوحش. على سبيل المثال في منتجات زي الايثانول على سبيل المثال، هي فعلا بتعلي لك الاوكتين، بتعلي لك الدنيا، بنزين او كحول نقي قوي، بس في نفس الوقت بيديك مشكله ان انت البنزين بيبقى تورتش، او ان انت الخليط بتاعك بيبقى غني جدا بالبنزين، فممكن حتى ان انت النسبه بتاعت الهواء ما تقدرش انها تكافئ الموضوع ده. ودي كانت شفناها قبل كده في عربيات مثلا على سبيل المثال بي ام، ان كانت بتدي لمبه اعطال ان هي البنزين نضيف قوي على العربيه، فيبتدي ان هو ان يسخن العربية او كده. فالواحد بصراحة فضل يدور يمين وشمال عن الحاجات اللي فيها امان وفي نفس الوقت ما تضروش، لحد ما لقينا المنتج ده. المنتج ده اسمه سيرمول، ده منتج هندي من شركة اسمها ابيتك اظن، يعني ابيتك. المنتج ده بصراحة يعني بسم الله ما شاء الله، فعلا منتج حلو جدا جدا جدا. وده كان على كلام كذا حد من الناس اللي فعلا كلمتهم موثوقه، وكانت من ترشيح من ناس كتير مثلا زي استاذ كريم حمدي وغيره من الناس اللي فعلا كلمتهم موثوقه وبيتكلموا عن علم. المنتج ده كل اللي بيعمله باختصار انه بيفتت جزيئات اللي عالقه جوه البنزين، وانه في نفس الوقت بيحافظ على المسار بتاعك من انت من اول الترمبه لحد ما تدخل جوه الرشاشات، ان الدنيا دي تبقى نظيفه بشكل عام، وانه يحافظك على الموضوع. طب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني في احتراق احسن. البنزين اللي جوه انا ما علتوش بشكل غير طبيعي، لا انا مجرد نظفته، حافظت على علبه البيئه، حافظت على جوده البنزين اللي بيتحرق. واللي كمان عارف ان احنا مثلا لما تقرا في الداتا شيت بتاع الموتور ده بالذات، هتلاقي ان هو الموتور بتاعك بيتعامل مع البنزين النظيف بطريقه، وبيتعامل مع البنزين اللي مش نظيف بطريقه. واحنا طبعا عارفين البنزين بتاعنا عامل ازاي، يعني مش بلاش نخبط يعني. المنتج ده انا عن نفسي بصراحه جربت اول ازازتين، والتالته هي موجوده. مع اول ازازتين وركزنا البنزين على حسب التعليمات ان انت بتحط الازازتين في لمده 8 ساعات، انا عن نفسي حطيتهم ونمت وصحيت دورت العربيه. مش هقول لك اول ما دورتها حسيت باختلاف، بس اول ما اتحركت حقيقي فعلا من ساعه ما بدا يشتغل، انت مبدئيا استهلاك البنزين هتلاقي تحس ان هو مع الوقت قل. انت استهلاكك للبنزين اللي عارف العربيه دي انت بتلعب دايما في رينج الثمانيه والسبعه الافرج، يعني 100 كيلو. انت هنا دلوقتي مع الدوسه لو مثبت رجلك عادي وماشي على طريق او ماشي على سرعه، هتلاقي دايما الافرج بتاعك ممكن ينزل لاربعه وخمسه عادي جدا. والدليل ان هو انت مثلا دلوقتي هتفضل لو حتى ماشي هتلاقي ان العربيه سلسه معاك، العربيه عايزه تجري معاك، ما بقتش اللي هي حاسس انها تقيله، لا العربيه بقت ناعمه. صوت الموتور مش هقول لك قل 100%، بس هقل بنسبه كبيره. فلك ان تتخيل ان ازازه زي دي بمبلغ بسيط زي ده يعني لا تذكر، مجرد هتكمل عليها على التفويله. اهم حاجه ان انت تحط بنزين نظيف من بنزين انت عارفها، وتكمل عليه بازازه معينه زي دي وتحطها وتنسى. انت بسم الله ما شاء الله اللي هتحس بالفرق، ان انت الاداء معاك بقى حلو، الاداء معاك مرضي، مش حاسس ان العربيه بتسحب بزق معاك، كمان بتحافظ على علبه البيئه، كمان بتحافظ على جوده البنزين بشكل عام، ما بتعلهوش قوي ولا بتوطيه قوي، انت بتنظف الدنيا وتخلي دنيتك نظيفه. تكمله للفيديو اللي فات، حابب اشكر القائمين على وجود المنتج ده، ان انت فعلا المنتج ده هيبتدي ان هو هتحس بالفرق معاك، ان انت لما تحط مجرد ازازه صغيره زي دي لا تتعدى ال 30 مللي بسعرها الرخيص ده، هتبتدي ان انت تحس بالفرق، مش هتضطر ان انت مثلا تجيب اضافات او تصرف او تعمل، هي مجرد ازازه زي دي مع التفويله هتبتدي ان انت تخليك مرتاح وانت مبسوط وانت سايق عربيتك، بتوفر بنزينك، عربيتك سليمه، عربيتك انضف واحسن. فحقيقي كل الشكر للقائمين على انتاج المنتج ده، وفعلا ان هو بقى منتج زي ده موجود ومتوفر بالسعر ده. شكرا جدا لكم.